عن الواقع الأمني المترهل وما وصفه نشطاء تغول وتهديد الميليشيات المختلفة بحياة عموم المواطنين. نشاهد الآن عرضا لصور تبين أحد أفراد نجدة الكوت حينما اقترب من أفراد إحدى الميليشيات وهم يطلقون النار في الهواء. هذا رجل الأمن من الكوت طلب من عناصر ميليشيا يتبعون ميليشيا العصائب طلب منهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار، فكان أن عاقبوه بالضرب المبرح الذي أصابه بالعديد من الجروح وصفت بالمتوسطة كما تشاهدون، وهو مستلق على أحد سرات الإسعاف في إحدى المستشفيات حينما طلب من عناصر ميليشيا العصائب التوقف عن إطلاق النار أثناء حفل زفاف وسط المدينة، فردوا عليه بضربه ضربا مبرحا.